مرحبا بكم الناس الكل. بسبب تصريحاته واعترافه بالهزيمة التاريخية، جماهير النادي الافريقي تتوعد شهاب الليلي. باش نشاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع، ما تنساش جامع الفيديو ابوني للشين يوتيوب متاعنا باش توصلك كما قلنا اخر الاخبار. بعد تصريحاته اثر نهايه المباراه والهزيمه بثمانيه اهداف مقابل صفر امام زامبيا الكونغولي واعترافه بانها هزيمه تاريخيه عوضا على الاعتذار، عبرت جماهير الافريقي عن سخطها وطالبت باقاله شهاب الليلي وهددت بوقفه احتجاجيه ان لم يتخذ قرار الرحيل الاطار الفني. وحسب مصادر فان اقاله الليلي وارده جدا وستكون في الايام القادمه بعد العوده الى تونس.